كده ابتدوا يقعوا في بعض ويعرفوا ان اللي بيحصل ده له علاقة بيهم هما بالذات، لكن ما ظنش عارفوا مين اللي بيعمل فيهم كده وليه. والبوليس كمان زمانه قدر يربط الخيوط ببعض ويفهم الحكاية. عادل ده ظابط رهن، وكده كده هيوصل لأصل الحكاية، إن ما كانش دلوقتي يبقى بعدين. إحنا كده عملنا اللي إحنا عاوزينه، وحان الأوان ننقل على الخطوة التانية. ادعيلي من عندك يا حبيبي. يعني محيي زار بنت عزة، أنا برضو كنت حاسس إنها مخبية حاجة. خلاص يا باشا، نجيبهم هما الاتنين ونواجههم بالكلام ده. هيزوغوا مننا بأي كلمتين فارغين، بعدين يعني معرفتهم ببعض ما هياش تهم علشان نواجههم بيها. مظبوط سعادتك، لكن إنكارهم هو اللي شيء مريب. بس علشان مواجهتهم بحاجة زي كده تجيب نتيجة، لازم احنا كمان يبقى عندنا معلومات اكتر من كده. دور يا ايمن بسرعه وبلغني اول باول. حاضر يا باشا. حاضر. عملت ايه مع حمدي ومع هاشم؟ شغل حمدي يا سيادتك في الجوازات في نفس الدائره اللي فيها هاشم. طيب، ما ده اللي يفسر علاقتهم ببعض. واحد متعود يسافر كتير وبالتالي بيطلع جوازات سفر كتير، والتاني موظف في الجوازات. تمام بالظبط كده يا سعادتك. هو ايه اللي مظبوط؟ ما هو ده الوش الطبيعي لعلاقتهم. ايه بقى الوش الغير طبيعي؟ ايه اللي مستخبي؟ قلتلكوا الحل في العماره اللي دخلوها يا ايمن. شغالين يا باشا الله عليه. اسرع من كده، شغل العماره لازم يتم اسرع من كده، من فضلك. على فكره انا حاسس ان احنا قربنا قوي. وتفتكر بقى انا ليه مش عايزه ارد عليك؟ وبعدين انت ازاي بتتعامل معايا عادي كده كاني مفيش حاجه حصلت؟ وحشتك يا بيه، انا سايبه لك البيت. انا مش خطيبتك اللي بتكلمها في التليفون عشان تحب فيها. لا اطمن خالص، انا مرتاحه قوي من غيرك. مالكش دعوه انا فين، وبدل ما تشغل نفسك بمكاني روح فكر ازاي ما تزعلنيش تاني. يو يا حسام بقى، انا في المستشفى مع ماما. تعبانه. مالكش دعوه انهي مستشفى حسام، انا مش عايزه اشوفك، سيبني شويه كده. هيجرالي ايه يعني؟ ما انا قاعده جنب ماما، وما تقلقش عليا، انا ولا بروح هنا ولا باجي من هنا. طب لو سمحتي خلي بالك من نفسك وطمنيني عليكي كل ما تقدري. انا هسيبك يومين كده تهدي اعصابك وهرجع اكلمك تاني، بس عشان خاطري يا مرة، عشان خاطري ما تطلعيش من المستشفى غير لما تقولي لي. ده طلب الوحيد. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة. انت راجل محترم يا ناصر، وانا شخصيا مبسوط منك. وعلى فكرة انا عايز اقولك ان الداخلية لا يمكن تقدر تقوم بشغلها صح إلا بمساعدة الناس الكويسة اللي زيك. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. بس أنا برضو زعلان منك قوي يا ناصر. من هنا يا باشا؟ طبعا، كان لازم تيجي قبل كده، إيه اللي أخرك قوي كده؟ طب والله العظيم يا باشا أنا كنت عاوز أعمل كده، بس ناس كتير خوفوني، قالوا لي خليك برا الموضوع ده أحسن. خوفوك من إيه بس؟ طب ما دي أنت جيت وقاعد أهو معزز مكرم وبتشرب الشاي كمان، حد داسلك على طرف؟ خالص يا باشا خالص والله. المهم كمل. بس يا باشا هي جات الكافيه وما طلبتش حاجه، ولما سالتها قالت لي ان هي مستنيه حد، وبعدين جالها تليفون قامت مشيت على طول. طب انت متاكد يا ناصر ان هي دي؟ والله العظيم يا باشا والله العظيم هي. حضرتك لو مش مصدقني هي متصوره على كاميرات الكافيه. ايه ده؟ وانتوا عندكم كاميرات في الكافيه؟ ده حاجة عظيمة قوي باشا. طبعا انت عارف حضرتك الزبائن بيتسرقوا، اللي بيتسرق موبايله واللي بيتسرق مفاتيح عربيته، فصاحب الكافيه قرر ان هو يركب كاميرات. انت حضرتك عارف الصيني بقى خلى حوار الكاميرات بملاليم.
ولاد عفاريت الجماعة الصينيين دول. أيمن بيه تعال لي من فضلك. بس بص بقى يا نصر. أيوة باشا. أنا عايز زي ما الجماعة اللي حصلت لهم حاجات بايخة في الإقسام بيطلعوا ويقولوا ده حصل وحصل، أنت كمان تطلع وتقول اللي حصل معاك هنا بالظبط. حاضر حاضر يا باشا. أنا مش بقولك يعني إن الداخلية كلها ملايكة، لأ، بس برضو مش كلها شياطين. مظبوط يا باشا مظبوط والله. ادخل. مرني ساعتك. أيمن بيه من فضلك أنا عايز تاخد ناصر وتوصله بعربيتك لحد الكافيه اللي هو شغال فيه، وفي نفس الوقت تجيب لنا شرايط الكاميرا اللي متسجل عليها من يوم الحادثة والأسبوع اللي قبله كله. تفضل. تمام يا باشا. اتفضل يا عم ناصر. السلام عليكم فهد. السلام ورحمة الله. السلام يا ناصر. بطل لت بقى، انا مش ناقصاك يا ست الكل. انا مش بهري وخلاص، الحوار ده يخصني زي ما يخصكم بالظبط. ليه بقى يا روح ستك؟ لان لو اللي بيحصل ده ليه علاقه بشغلنا يبقى هيلطنا انا كمان. وانت خايف من ايه؟ ده احنا لا نعرف لك بيت ولا اهل. صحيح انا اهلي كلهم في البلد ومحدش يعرف طريقهم، بس الامر ما يسلمش. وبعدين لو الحوار اللي احنا شغالين فيه ده خطر قوي كده يبقى الفلوس اللي احنا بناخدها دي ملاليم ولازم تزيد. مش لما يبقى في شغل اصلا يا هبل، ما كل حاجه وقفت اهو. هيبقى فيه، بس ساعتها بقى انا مش هحط ايدي في الشغلانه دي غير لما افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وانا ما عنديش حاجه افهمها لك، سيبني بقى علشان انا فعلا مش ناقصاك. غور. ماشي، انا الحق عليا اللي عملت باصلي وجيت اطمن عليك. سلام مؤقت. شايفه البهدله اللي انا فيها من غيرك يا زوزو؟ يعني طلع كلام الواد الجرسون مظبوط. ايوه يا باشا، ضحى اتصورت في شريط الكاميرا بتاعت الكافيه وهي داخله وهي خارجه، وما كانش معاها حد طول فتره وجودها في الكافيه. لا سعادتك ما كانش معاها اي حد. يعني المجرم كلمها من بره فخرجت له. فكروا معايا بقى، ليه اداها معاد في الكافيه من اصله اذا كان ناوي يقابلها بره؟ احتمال يا باشا يكون اكتشف وجود كاميرا في المكان فما رضيش يدخل. كلام معقول قوي يا ايمن. عموما ده خيط مش بطال، خلونا ماشيين وراه يمكن يوصلنا لحاجه. خير يا باشا؟ ساعتك كويس؟ مفيش حاجه، دي نغزه رخمه كده بتيجي وتروح. طب يا باشا هنبعت نجيب دكتور؟ ما تكبرش الموضوع يا عصام. عادل باشا. يا عصام ما تكبرش الموضوع والوقت متاخر وانا كده كده مروح. طيب انتوا كملوا شغلكم ولو في جديد كلموني. اوكي يا باشا، الف سلامة. صعب. سلام. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير يا حبيبي. مالك ايه مضايقك؟ لا ابدا، شوية مشاكل في الشغل بس. من امتى الشغل بيعكر مزاجك كده؟ معلش المره دي بس المشاكل مش عاديه. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مستنيك. خير؟ في ايه؟ بحبك، وحشتني. انت كمان وحشتيني قوي. بس يا حبيبتي انا تعبان جدا ومزاجي زي الزفت، فانا احسن حاجه ممكن اعملها ان انا اطلع وانام. طيب يا حبيبي، اهم حاجه عندي راحتك. تصبح على خير. وانت من اهلك. صحيح يا امجد، هو انت الراعي الرسمي بتاع البرنامج ست اللي اسمها نهال المفيد؟ قصدك الشركه مش انا. طب وانت والشركه ايه؟ صح. المهم انا كنت عايزه منك خدمه. خير اموري. اصلي انا والجروب بتاعي في النادي عاملين نشاط اجتماعي كده وكنا عايزينها يعني تتكلم عنه في البرنامج عندها. ممكن تكلمها لي؟ انت عايزاني اتكلم معاها في حاجه صغيره زي دي؟ بكره اكلم لك بتوع الماركتينج وهما يتصرفوا. هو انت ما عندكش علاقه بيها خالص حبيبتي؟ هو انا فاضي للحاجات الصغيره دي؟ هو
ورايا حاجات اهم. المهم بكره فكريني عشان ما انساش. اوكي. صباح على خير. يا ليلى ما تقلقيش، قلت لك انا هتصرف، انا هقنعه وان شاء الله يروح معاد الدكتور. لا ما تخافيش، قلت لك انا هتصرف، اعتمدي عليا في الموضوع ده وما لكيش دعوه، ومش عايزك تخافي من اي حاجه في الدنيا. عارفه يا ليلى، انا ليلى انت نمتي؟ طيب خلاص، ما دام عايزه تنامي مفيش مشكله، انا سهران في المكتب، يعني لو احتجتي اي حاجه في اي وقت يا ريت تكلميني. ماشي، مع السلامة، تصبح على خير. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. حرام يا ماما. جمعني يا حبيبي إن شاء الله. إيه اللي مصحيك بدري كده؟ أنت ملحقتش تنام. معلش، بكرة ننام ونشبع نوم. إمتى بس يا حبيبي؟ أنت ما بتلحقش ترتاح. خلاص يا ماما هانت، وقريب ارتاح قوي. ربنا يريح قلبك يا حبيبي. ما قلت ليش على فين بدري كده؟ فاكره الشغلانه المهمه اللي قلت لك عليها؟ ايوه. احتمال كبير اخلصها النهارده. ربنا يفتحها في وشك ويعمل لك ما فيه الخير يا حبيبي. حقك عليا يا ماما، انا عارف انك تعبتي معايا، بس والله كان غصب عني. سامحيني على كل القرف اللي وريته لك. ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ ده انت نور عيني، ده انت اللي منور دنيتي كلها. هو في زيك يا حبيبي؟ يعني انت راضيه عني؟ الا راضيه طبعا، راضيه عنك. ربنا يخليك لي. يخليك لي يا حبيبي. انا هنزل بقى، خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك من نفسك. سيدنا محمد رسول الله. ربنا يفتحها في وشك. شيان، فين مصحيكي بدري قوي كده؟ بقالك كتير مش ظاهر، قلت لازم اعمل لك كمان. ايه، مدينك بفلوس ولا ايه؟ لا، مدينك بمعزه، ولو انت مش عامل حساب المعزه دي انا عامله حسابها. ربنا العالم اللي بعزك قد ايه؟ تعزني بس؟ بصي، انا لو سالوني مين احسن واحده عايشه في الدنيا دلوقتي هقول لهم انتي، من غير ما افكر ثانيه واحده. مش الدرجه دي يعني؟ للدرجه دي شنت بجد كويسه، مفيش زيك، واللي هيكون من نصيبك ربنا يكون راضي عنه والناس كلها تحسده. بس انا كتب عليا اعيش في امبارح، ما اخرجش منه. وانت تسهلي واحد يحلم معاكي بكره ويعيش معاكي فيه. بس امبارح عدى يا نادر، وما ينفعش نفكر فيه تاني. بالنسبه لي ما عداش، وعمره ما يعدي. عشان كده عايزك تدوري على بكره بتاعك، تنسيني خالص، عشان انا بني ادم ما عندوش بكره. عشان خاطري ما تزعليش مني، هشوف وشك بخير. الصورة دي ظهرت امتى يا زياد؟ أول واحدة يا باشا حطها على الفيسبوك من حوالي 3 ساعات، وبعد كده انتشرت انتشار فظيع. بس الولد ده مش شكله مجرم، بالعكس شكله ابن ناس. يطلع مين الواد؟ والله احنا بنحاول نعرف يا ريس. طب انتوا اتأكدتوا ان الصورة دي كانت يوم اختفاء عزة فعلا؟ أيوة يا باشا، والهدوم كانت لابساها في الصورة مطابقة للوصف اللي اديتهولنا من ده. ومين اللي حط الصورة على الفيسبوك؟ ده حساب وهم يا باشا، هو بحث انترنت شغال عليه. أول ما وصلوا الحاجة هيبلغونا. وايه اللي مكتوب ده؟ اللي حاط الصوره باشا بيتريق على المجني عليها، علشان كانت ماشيه مع عيل من دور عيالها قبل ما تتخطف على طول. طب
طيب احنا محتاجين نعرف مين الولد اللي في الصورة دي وفي أسرع وقت. شغالين بإيدينا وأسناننا يا باشا. ومحتاجين كمان نعرف اللي صور الصورة دي صورها ليه وإمتى. مفهوم يا عصام؟ في حاجة أيمن؟ ملاخ ساعتك. بخصوص إيه؟ مدير بنزين على طريق الواحات اتصل وبيقول إن في عامل عنده شاف عزة كامل ليلة اختفائها وما كانتش لوحدها، كان معاها واحد. شافهم؟ شافهم فين؟ كانوا داخلين يحطوا بنزين يا باشا. هو اللي عايز يبلغ عن حاجة زي دي هتكلم في التليفون؟ يمكن ما عندهمش وقت يسيبوا البنزين، ويمكن خايفين يا عصام. طب اسمع يا أيمن. أمرني يا باشا. عايزك تطلع على البنزينة دي دلوقتي حالا، تاخد شهادة الواد ده وتوري له صورة الجدع اللي نزلت على الإنترنت مع عزة كامل. مفهوم؟ مفهوم يا ريس. زياد. أمرك يا باشا. عايزك تراجع شرايط الكافيه بتاع ضحى وتشوف الواد اللي في الصورة دي ظاهر فيه ولا لأ. أيوة يا باشا، بس الشرايط دي أسبوع بحد. نفذ من غير كلام يا زياد. أمرك يا باشا. عصام. عايزك تشوف لي أهالي الضحايا كلهم، عايزين نعرف لو كان فيهم حد هيقدر يتعرف على الواد ده ولا لا. تمام سعد. شكلنا قربنا نوصل يا أولاد. يا بني آدم افهم، اللي بنعمله هو الصح، وأنا هزقك على حاجة تأذيك. يا ريس أنا طول عمري لا بحب الحكومة ولا بطيق سيرتها، وماشي معاها على المثل اللي بيقول يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منها. يا ابني افهم، افرض الطوبة جت في المعطوبة والحكومة عرفت ان المرحومة دخلت عندنا هنا، ساعتها هيمسكوا علينا وهنخش في سين وجيم. منه لله، منه لله شعبان هو اللي غاوي لتة زي الحريم. انا مش عارف حكى لسيادتك ليه. يمكن يكون ربنا عامل كده للصالح. ليه يا حبيبتي؟ نادر يا ماما. نادر؟ ماله نادر، حصل له ايه؟ اول مره يقول لي في وشي كده، قال انا مش ليكي، انا الحنين وافضل طول عمري الحنين. طب بس حبيبتي معلش معلش، منها لله، منك كده علينا وهي عايشه وهي ميته، منك لله يا حنين، منك لله. بس يا ضنايا بس يا حبيبتي بس. يعني كده اتاكدنا ان الواد هو اللي خطفها. مهم بقى يطلع مين الواد ده؟ تلاقيش سعادتك، المجموعة كلها شغالة على الموضوع ده، على بكرة بالكثير هنكون وصلنا له. لا لا لا، بكرة ايه؟ مفيش وقت. يا باشا سيادتك كويس؟ بس ناويني المية اللي قدامك دي عشان اخد الحباية. اتفضل سعادتك. باشا اسمح لي، يعني مش هينفع كده خالص، سعادتك لازم تروح للدكتور. ايه لازم دي يا ولد؟ معلش يا باشا انا اسف، وبعدين كمان ليلى موصياني انك لازم تروح معاد الدكتور. وبيني وبينك كده يا باشا، يعني دي اول مره تطلب مني حاجه، فساعدني انا عشان الفرصه ما تروحش عليا. لا يا اخويا، روح شوف لك فرصه تانيه بعيد عني. يا باشا اسمعني بس، احنا كده كده شغالين على التحريات، يعني مش هيجرى اي حاجه لو حضرتك خطفت رجلك ورحت لغايه الدكتور. يا سلام. ايوه يا باشا. وبعدين خلاص احنا قربنا نقبض على السفاح ده، يعني الفترة الجاية سيادتك هيكون عندك شغل متلتل، فما تتعبش نفسك بقى في الشغل اللي ملوش لازمة. يبقى الصح ايه؟ في الوقت ده نروح للدكتور. انت امتى اتعلمت النصب ده كله؟ يا باشا انا هتلميذ سعادتك. ياه، وانا نصاب اقرع قوي كده؟ يا باشا العفو، لا طبعا مش قصدي. طيب قول لهم يحضروا لي عربيتي علشان اروح للدكتور والحق ارجع قبل ما تبوظوا كل اللي عملته. تمام يا باشا، بعدين سيادتك.
اهو يا باشا شوفوا بنفسكم. اه فعلا هو نفس الواد. بس ما خدتوش بالكم من حاجه؟ حاجه ايه؟ البنت لما دخلت راحت قعدت كده والواد قعد هنا. الواد الجرسون قال ان هي فضلت قاعده لوحدها لغايه ما مشيت. طب ايه بقى اللي يخليه يخش ويقعد في الكافيه ويمشي والبنت لسه جوه ما يقابلهاش؟ اه هي غريبه طبعا، وازاي ما قامتش راحت له؟ يمكن ما كانتش تعرف شكله، او يمكن ما شافوش بعض اصلا. الكافيه مش صغير، ترابيزات كتير مش شايفه بعض. بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا نتكلم عادل بيه ونبلغه اللي بيحصل ده. نتكلم عادل بيه نقول له ايه بس يا عم عصام؟ عادل بيه لو سمع الكلمتين دول هيسيب المستشفى واللي ايه قدامنا، وانا مصدق تقنعه انه يدخل. خلاص نستنى لما يخرج. استنى ايه بس يا عم زياد؟ هو السفاح ده هيستنى حد؟ ما يمكن يهرب يا عم. طيب انا شايف ان احنا نبعت نجيب الواد الجرسون ده ونستجوبه لحد ما عادل بيخرج بالسلامة. ايه رأيك؟ رأيك ايه يا عم زياد؟ مش عارف اللي انتوا شايفين. تكعب. والله تعبت قوي يا حنين لحد ما وصلت لده كله، بس كله يكون عشان خاطرك. انا مش عارف هما تاخروا كده ليه. بص كويس يا عم ناصر، ها شفته قبل كده ولا ايه؟ اه يا باشا افتكرت الراجل ده، انا شفته قاعد مع ايهاب بيه. حلو قوي. ايهاب بيه مين بقى؟ ايهاب بيه الضابط زميلكو بتاع شرطه السياحه اللي بعتني لعادل بيه. برافو عليك يا ياسر. قول لي تاني كده اسمه ثلاثي. نادر مصطفى كمال. تمام ايوه، اديني بقى عنوانه. ايوه لحظه واحده. الله ينور عليك. طيب بص هقول لك على حاجه، شوف لي كده النمره اللي باسمه دي. عايزك تعرف لي هي مكانها فين دلوقتي. انا اصلا نسيت اقول لك، انا سبت لهم النمره اللي باسمي مفتوحه وشغلت الجي بي اس عشان يعرفوا حددوا مكاني، يعني ما لهمش حاجة. مش فاهم هم خدوا وقت كده ليه. انا مش هستنى يا باشا، انا هنزل اجيب الواد ده. استنى بس يا عصام بيه، موضوع زي ده لازم موافقة الرئيس. عندك حق يا ايمن. توصلت للظابط اللي اسمه ايهاب؟ للاسف خاله مات واخد اجازة وتليفوناته مقفولة طول الوقت. ايه الحظ ده؟ انا مش هستنى حد يا باشا، انا هنزل اجيب الواد ده. كلامك مظبوط، بس احنا كده ما ينفعش نخبي اي حاجة على الرئيس، لازم تتصل بيه في التليفون وتبلغه بكل الموقف. انت يومك مش فايت قالي انا صحيت انا زفت انا اصلا مش طايق كل من شرطه الجبال اللي هو مدير المستشفى راسه الف سيف ما يسيبني الا لما يطمن على صحتي. المهم فهمني بالراحه كده، نويتوا على ايه؟ لا مش كفايه، لا مش كفايه. عصام يطلع على المقابر وانت تطلع على بيت الواد تشوف لي اي دليل يربط ما بين الواد ده واي جريمه من الجرائم اللي حصلت. مفهوم؟ لا طبعا ما تستنونيش يا ايمن. لو استنيتني يا حبيبي الواد ممكن يتحرك من المقابر، ممكن يقفل تليفونه، هنرجع ندور عليه من اول وجديد ولا ايه؟ احنا ما صدقنا لقيناه. طيب ايوه كده، اتكلوا انتوا على الله، وانت شخصيا يا ايمن تبلغني بالجديد اول باول. مفهوم؟ سلام يا اخوي. ما تيابا انت راخ، خلونا نخلص من يوم كل الاجتماعات ده. تتفضل قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب.
حساب بنمشي بسرعه. اوعى تيجي هنا تاني لما اقطعك. ما تسبليش بعينيك كده لحسن، والله العظيم ما اقوم ابوس قدام الناس دي كلها ولا يفرق معايا. Go ahead.